أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في أولى حلقات برنامجنا نبض الشارع على قناة الصحة والجمال. النهاردة بنرحب بيكم، وقبل أي حاجة بننعي شهداء الوطن الحادث الغاشم الذي راح ضحيته عشرات من القتلى والجرحى والمصابين، حادث معهد الأورام. وإحنا من خلال البرنامج زي ما تعودنا إن إحنا بنسلط الضوء على كل القضايا اللي تهم الشارع المصري، وأهم القضايا اللي بتهم الناس في الفترة الأخيرة ودايما في محور اهتمام الجميع هو الشباب. الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل، الشباب هو أمل الأمة القادم. كتير من الشباب، يمكن كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر السابع للشباب في العاصمة الإدارية كان في لقاء مع كتير من الشباب، ففي شباب كتير جدا في مصر محتاج يوصل صوته، محتاج حد يسمعه. النهاردة من خلال البرنامج فتحنا قناة للتواصل مع شباب طموح، شباب محترم، شباب بيحاول يقول لمصر إن مستقبلك بكرة أفضل. النهاردة بنرحب بشباب مكافح النهاردة معانا، الأستاذ عماد جميل. أهلا بحضرتك يا فندم، صاحب شركة أسطلي. تمام، أهلا بحضرتك يا أستاذ عماد. أهلا بيك. وبنرحب بالأستاذ أحمد السيد الخضري، محامي. أهلا بيك أستاذ أحمد. يمكن إن إحنا سعداء بوجودكم معانا النهارده في البرنامج، وبنحاول من خلال البرنامج إن إحنا نسلط الضوء على النماذج الشبابية الناجحة، النماذج الشبابية اللي بتحاول تشوف مشاكلها إيه. يمكن أنتوا أصلا من محافظة الشرقية. نعم، محافظة الشرقية، مركز مشروع السوق. حضرتك تحب ايه الرسائل النهارده انت شايف من خلال البرنامج محتاج ان انت توصلها للمسؤولين، لرئيس المدينه، للمحافظ، للسيد الرئيس؟ محتاج صوتك يوصل. ايه اهم الحاجات اللي انت الرساله اللي عايز توصلها النهارده وسعيد؟ والله هو في مشاكل كتير بخصوص المصالح العامه بتاعت المركز كله. تمام. زي الطرق، زي حضرتك مركز مركز مشروع السوق. السوق زي الطرق رقم واحد، زي ميه الشرب، زي الكهرباء، زي الصرف الصحي. عندنا الطرق غير آدمية بالمرة. ويمكن اتكلمنا كذا مرة مع يعني الناس، رجال العمل العام في المركز، لكن دون أي جدوى، كلها مسكنات، مفيش حد بيحط حل جذري. يعني جايين النهاردة يمكن حد يسمع صوتنا، إن يعني ولو يتم إنجاز أي شيء من الحاجات دي، أي قضية من القضايا دي. هي يمكن قضية الطرق في الشرقية بصفة عامة فيها مشكلة كبيرة جدا، لأن الشرقية يمكن انطباعات عامة على كل مراكز الشرقية، بتلاقي نفس مشكلة الطرق، في تدهور في شبكة الطرق في الشرقية، مش عارفين السبب الرئيسي فيها ايه. لا، هو السبب الرئيسي معروف، اللي هو يعني البنية التحتية، والأول مرة يمكن بيشتغلوا صح. ان مش كل شوية نظبط طرق بعد كده نكسر تاني ونحمل اي مصلحة عامة تانية. تمام. فالمرة دي يعني بيدوا كل حاجة حقها، لكن ببطء شديد جدا، يعني بطء قاتل زي ما بيقولوا. انت حاسس ان مركز مشروع السوق ما فيهوش؟ لا، فقير في الخدمات، ويعني مظلوم في الخدمات والحاجات دي مقارنه بالمراكز اللي جنبنا. تمام، حضرتك تعقيبك يا استاذ احمد. مرحبا. بدايه انا بشكرك، بشكر اداره البرنامج على وجودنا، وان كنتوا بتراعوا الشباب وبتظهروا معاهم. انا من اصعب المشكلات اللي بتقابلني ان انا ما عنديش مجمع محاكم موجود للمركز بالكامل، مأمورية شرع عقاري برضو ما عنديش مكان ليها، بأجر مكان. عندي مشكلة كبيرة جدا أخرى، إن أنا بمرور عندي بضطر إن أنا أروح مركز. يعني الناس اللي عندها مشاكل وقضايا من مشروع السوق في مركز مشروع السوق، ولكن إحنا مأجرين عمارة، يعني المفروض يعني هي لا تليق آدميا ولا بالمحامين ولا بالسادة القضاء ولا بالسادة المتقاضين اطلاقا. يعني مركزنا بيفتقر لكثير جدا من الخدمات. طبعا. على الرغم ان احنا يعني بداية الشرقية للقاهرة، المفروض يعني عندنا حاجة اكثر من كده. قد يكون النظام او الدولة او الاجهزة المعنية بتبصلنا ان احنا مركز صغير، لكن لينا حق، لينا حق في حاجات كتير بنحس ان هي مش موجودة. المشاكل يعني بتتحل مع بعضها وقت وقت، لكن بنحس ان في تاخر غير عادي في الخدمات. مجمع المحاكم هو تاني اللي ينقص مشروع السوق؟ انا عندي ما عنديش مجمع محاكم، ما عنديش وحده مرور، ما عنديش
شهر عقاري موجودين عندي، لكن انا مأجر مع يعني برضو يعني اماكن. وحده مرور موجوده؟ وحده مرور احنا عندنا مبنى موجود في قريه الصحافه لم يتم اعتماده بعد اكثر من مده طويله جدا وهو موجود. عندي مشكله ثانيه كبيره جدا يعني بيعاني منها اصحاب المنشات في مشتول السوق، بيعاني منها اصحاب السيارات الصغيره. انا عندي مكتب تامينات موجود كويس جدا، ليه هم مش يعني محتاجين شاشه صغيره، شاشه تبقى فيها خاصة بالعرب بالسيارات، يعني مكتب التأمينات بالكامل موجود لكن ما فيش شاشة سيارات، فبضطر ان اروح مركز بالبيس، فبالتالي بضطر ان انا اتأخر. المواطن بياخد اكتر من شهر عشان يستخرج المؤسسة او زي ما بيقولوا السواقين او البوليس التأمين الخاصة بالعربيات. تمام. يعني انت شايف حضرتك عايز ان طلبات الناس او يمكن رجال القانون اكتر المهتمين بموضوع المحكمه؟ اه طبعا. واعتقد معظم الناس الاهالي اكيد بيتقاضوا مشاكلهم كلها طبعا في المحكمه. اكيد اكيد. محتاجين مشتول السوق، محتاج مجمع محاكم، محتاج مكان للمرور يتم. وحده مرور. طب وحده مرور موجوده، ايه سبب تاخير فتحها؟ يعني الامانه ما بيعتمدوش، بيقولوا مبنى ناقص او سيان، يعني حاجات كتير يعني، لكن يعني المفروض ان احنا الدوله تسعى معانا حتى لو في حاجه ناقصه نكملها. بقول لحضرتك انا دلوقتي مركز بالبيس ومركز مشتول الاثنين مضطر ان هم يروحوا وحده مرور واحده، وحده مرور بالبيس. كان الله في عون الموظفين اللي موجودين، كان الله في عون المواطنين. تمام. بناخد وقت كبير جدا يا حضرتك عشان ترخص على بيتك ممكن تروح 4 5 مرات. الناس اللي موجوده الموظفين والقائد الوحده بيشتغل معاك باقصى يعني سرعه هو بيقدر عليها، ولكن عنده عدد كبير جدا. تمام. وجود مركزين برضو للبيس. وجود مركزين يعني عدد كبير جدا. الجزئيه الثانيه اللي انا اسرتها لحضرتك دلوقتي برضو بخصوص شاشه التامينات، العربيات سعادتك النص نقل والمرخصه نقل ركاب بتحتاج حاجه اسمها مؤسسه. تمام. المؤسسه دي بضطر ان انا عندي مكتب تامينات موجود في مشتول السوق لا، لكن ما عنديش شاشه خاصه، يعني موظف واحد بشاشه واحده خاصه بالسيارات. يعني ليه تتعبني وتوديني بالبيس وتعمل ضغط على موظفين بالبيس؟ بضطر ان انا اقعد اكتر من شهر عشان استخرج مؤسسه العربيه. احنا من خلال برنامج بنناشد السيد اللواء المحترم وزير الداخليه بسرعه انجاز العمل في وحده مرور صحافه التابعه لمشتري السوق. اعتقد لو الوحده دي تم طالما جاهزه فاحنا ممكن من خلال البرنامج نوجه الرساله للسيد الاستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه والسيد المحترم اللي هو وزير الداخليه، ونحاول نشوف يا جماعه طالما الوحده ينقصها بعض الحاجات البسيطه ممكن المحافظه ووزاره الداخليه يكون في تعاون بحيث على قدر المستطاع ان احنا ننجز العمل فيها، فتوفر ارهاق الناس وتعبهم وتخف الضغط، هتريح الاهالي بالبيس ان الضغط هيكون عندهم قليل شويه، وفي الوقت نفسه هتريح اهالينا في مشتول السوق. واعتقد وزاره التامينات الاجتماعيه والتضامن لو حاجه زي الشاشه اللي زحمه بيتكلم عليها موجوده في مشتول السوق، ما اعتقدش ان الكمبيوتر او وجود موظف مختص يؤدي هذه الخدمه في مشتول السوق، ما اعتقدش انه شيء معضل ولا شيء صعب. احنا يا جماعه لابد ان يكون تفكيرنا خارج الصندوق، طالما في حلول بسيطة. احنا من خلال البرنامج ما بنقدمش نقد سلبيات، لا احنا بنحاول نطرح حلول، عندنا حلول المشكلة. ايه المانع يكون في موظف موجود في وحدة التضامن الاجتماعي خاص بالسيارات، هو اللي يستخرج بوليسات التأمين الخاصة بالسيارات في مشتول؟ كذلك ايه المانع يتم وحدة المرور اللي أقيمت وانشأت وكلفت الدولة، ليه ما يتمش استغلالها بشكل أمثل؟ فرسالة الأستاذ أحمد الخضري بيحاول يقول يا جماعة نظرة إلى أهالي مشتول السوق. حضرتك زي ما قلت إيه القضايا التانية اللي شغلة يعني الناس هناك عندك في بالإضافة للأستاذ أحمد قاله المستشفى العام. تمام. المستشفى العام عبارة عن خرابة زي ما بيقولوا، ما فيش مستشفى، ما فيش عناية مركزة، ما فيش دكاترة بالليل. تمام. دي يمكن من أهم، يمكن أهم من وحدة المرور وأهم من مجمع المحاكم. المستشفى العام، المستشفى العام في مركز بيضم أكتر من 150 ألف نسمة زي مشتول السوق ما فيهوش مستشفى عام. موجوده مبنى بس كده، مبنى يعني حاجه تحزن وحاجه مؤسفه، ما فيش دكاتره، ما فيش عنايه مركزه، ما فيش ادويه، ما فيش سرنجات، ما فيش محاليل، ما فيش اي حاجه. فدي الحاجه الثانيه يمكن اهم كمان طبعا بالاضافه للاستاذ احمد قاله، لكن هي يمكن اهمهم المستشفى العام. الحاجه الثانيه طب حاولتوا تتواصلوا مع الدكتور هشام مسعود او وزاره الصحه دكتوره؟ لا، في ناس كتير بتشغلها على الموضوع ده لكن بدون اي نتيجه وبدون اي فايده ولا حياه لو انتوا ناتي.
يعني مستشفى الناس العيان بيعمل ايه عندك؟ العيان بيدور على اقرب مكان ليه اللي هو السعديين، او يطلع على طبعا مستشفى الجامعه اللي هي مقبره المرضى زي ما بيقولوا. لكن لو في حاله طارئه محتاجه اسعافات اوليه وسريعه مش موجوده في مشطور السوق. احنا يمكن بنحاول نوجه رساله للدكتور هلا زايد والدكتور هشام مسعود، يا ريت يا جماعه، يمكن مشكله الصحه في مصر هي مشكله ازليه وابديه، وبنحاول بكل الطرق ان هي للاسف موجود قصور في اداء وزاره الصحه ومستشفيات الحكوميه في كل بقاع مصر. يا ريت يمكن اهتمت الوزاره في الفتره الاخيره، يمكن كان في مشكله كبيره جدا خاصه بتصريحات للسيده الوزيره الدكتوره هاله زايد خاصه بالصيادله اثارت غضب الصيادله. نتمنى ان احنا يكون التركيز الاكبر على خدمه الناس فعليا، ما نحاولش ان احنا نسير الناس ونسير فئات المجتمع ونسير فئات محترمه لها احترامها زي الصيادله وغيرهم، نحاول نسير الناس بقضايا. احنا عايزين نركز ازاي نأدي خدمه محترمه للناس، ازاي مريض في قريه ولا مريض في مركز صغير ولا مريض حتى في مركز كبير اما يعيا يروح مستشفى عام. ظروف العيادات الخاصه حاليا الكشف بالشيء الفلاني، الادويه اسعارها مرتفعه، وظروف الناس الاقتصاديه تحتاج الى من ينظر اليهم بعين الرحمه. فليه مركز زي مشتور السوق مستشفى بيخدم على اكثر من 150 الف نسمه المفروض على الاقل تتوفر فيه الامكانيات البسيطه واللي تضمن حياه كريمه للناس هناك، اللي يتعب هناك يلاقي حد ينجده. في حاجه تانية يا استاذ احمد شايف ان هي ممكن نسلط الضوء عليها في عندنا طبعا الغاز الطبيعي دلوقتي هو سبب اهدار الطرق بتاعتنا بالكامل في الشرقيه، يعني انت هدرت لي الطرق وفي الاخر مش هتوصل لي غاز طبيعي بحجه ان الصرف الصحي مش موجود وان الصرف الصحي. طب انا ذنبي ايه؟ انا الحكومه منظمه عندي صرف صحي في قريتي انا شخصيا، تمام، ما عنديش هو بجهود الاهالي. سؤال بعد اذنك، اتفضل. هل تم تكسير الطرق ومش هيشتغلوا في الغاز؟ هو الغاز الطبيعي المواسير الرئيسيه وصلت، لكن هو في كره مش هيوصل لها بحجه ان انا ما عنديش صرف صحي. طب ما انا حرام يعني، طب انت ليه بتمشي الخطوط دي كلها وتكلف الدنيا دي كلها وفي الاخر مش هتوصل لي غاز؟ عندي ايضا في قريتي عندي قطعه ارض تم التبرع بيها لمدرسه من قريه الخشه مركز مشتول السوق. تم التبرع بقطعه ارض لمدرسه ابتدائي تعليم اساسي مما يقرب من حوالي 10 او 15 سنه وقد يكون اكثر من 20 سنه كمان، بنتعب جدا عشان نقدر ندخلها ضمن الخطه للدوله. لحد النهارده مش عارفين ندخلها، عندنا تكدس غير عادي من اولادنا في المدارس الحكوميه. يعني بنناشد السيد المحافظ السيد وزير التربيه والتعليم يعني بسرعه انجاز المستشفى المدرسه الابتدائي بقريه الخشه مركز مشتول السوق. يعني هي هيئه التنميه التعليميه استلمت الارض؟ لا لسه لحد دلوقتي، احنا عملنا قرار تخصيص ومنتظرين ان هم يستلموها باذن الله. احنا يمكن بنحاول من خلال البرنامج ان احنا نوصل صوتكم لكل المسؤولين عشان خاطر معلش يمكن في بعض المسؤولين بيكونوا موجودين في مكاتب مش عارفين مشاكل مستشفى مشتول السوق ايه، مش عارفين مشاكل كذا، هم مركزين على شو اعلامي وعلى وضع عام ان انا ابص الموضوع لبعض الاماكن في مصر، وفي قرى وفي مراكز وفي اماكن بتن قرى محتاجه خدمات، مراكز محتاجه خدمات. دي في حد ذاتها كارثه. بالظبط، دي في حد ذاتها كارثه لما كل مسؤول يقعد يتابع من على الورق ولا يتابع من خلال الموظفين تحت منه. فطبيعي يبقى احنا اللي وصلنا له ده مش من فراغ. بالظبط، لو كل مسؤول بينزل وبيشوف الدور اللي المفروض يأديه فعلا على ارض الواقع، بيحتك بالناس، بيدخل مستشفى، بيدخل محكمه، بيدخل اي مصلحه من الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي وشاف بعينيه، اكيد مش هيرضى بالوضع ده. لما لو رضي وقبل بالوضع ده يبقى ما يستحقش مكانه. بالظبط. برضه الامانه دكتور في موضوع المستشفى الاستاذ المحافظ الحالي عمل اكتر من جوله مفاجاه خلال الاسبوعين اللي فاتوا دول، واخيرا يعني خلال الاسبوع اللي فات تم توفير دكتور تخدير لاجراء بعض العمليات. يعني انتوا الفتره كلها قبل دكتور ده وربك ما كانش عندنا دكتور تخدير في مستشفى مشتول السوق كامله. فتره طويله يعني كان في قبل كده، لكن فتره طويله ما كانش في دكتور تخدير. يعني طب لو حادثه الحمد لله في حادثه ولا حاجه اضطر كنا بنضطر ان الاسعاف يطلع بالحاله اقرب مستشفى، وللاسف
في قريه قريبه مننا اسمها قريه السعديين. يعني مش للاسف هو كويس انه يكون موجود. أنا لا لا ما انا برضه حضرتك يعني ما ينفعش دي قريه مركز واحنا مركز. انا مركز وهي قريه، هو عنده كل الخدمات وانا مركز ما عنديش كل الخدمات يعني، فبضطر ان انا يعني يا اما اوديه السعديين يا اما اطلع بيه الزقازيق. طبعا حضرتك مع تهشم الطرق اللي موجوده على مرحله توصل الزقازيق يعني ربنا يكون في عونها وفي عون اهلها يعني. يعني هتموت هتموت. لا ان شاء الله. لا 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 ان شاء الله في امل، احنا كلنا امل. أكيد احنا أكيد. احنا بنوصف يا جماعه كلامنا عن بعض المشاكل الموجوده، ده مش معناه ابدا ان احنا لابد ان احنا الكوبايه فيها نصها فاضي ونصها مليان. احنا بنحاول يا جماعه النص المليان نتفائل، البلد فيها خير، في انجازات. اذا كانت الطرق الشرقيه متكسره فبقى في طرق كتير جدا اتعملت، واعتقد اتمنى ان نظره وزاره الاسكان والطرق لمحافظه الشرقيه بالنسبه لموضوع الطرق بالذات تاخد اولويات الوزاره. احنا بنمشي على طرق كتير جدا في القاهره وطرق مصر اسكندريه، بتلاقي ما شاء الله كم طرق محترم جدا وشبكه طرق محترمه جدا وقيمت، ولكن يبدو ان محافظه الشرقيه خرجت من حسابات المسؤولين في مصر في اطار شبكه الطرق وتحديدا الطرق وزاره الصحه. المشكلتين دول في الشرقيه فيهم قصور، يا ريت وزاره الصحه او السيده الدكتوره هلا زي تركز شويه في الشرقيه، يا ريت وزاره الطرق تشوف مشاكل الشرقيه بالتعاون مع المحافظ. وان كان يمكن صراحه الفتره الاخيره شايف ان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه راجل بيشتغل كويس، متواجد في الشارع باستمرار، موجود في كل مكان، بيحاول قدر المستطاع ان هو يوفر الحد الادنى للناس في حدود الامكانيات المتاحه. فاحنا اتمنى ان يكون دفعه من الدوله في هذا الاتجاه. في مشاكل تانية خاصه مشتول السوق، ولا عايزين نتكلم على مشاكل الشباب بصفه عامه؟ الكهرباء. الكهرباء اتفضل. الكهرباء الكهرباء بتحزن الناس على الاجهزه الكهربائيه، ما بتشغلش حاجه اساسا. لما يوصل مثلا العداد بتاع الكهرباء ل 150 ده مصيبه. لان المفروض ممكن الاجهزه بتحرق كده. طبعا، لان هو المفروض الطبيعي من 190 ل 220. طب الكلام ده من الفتره الاخيره ولا من يعني الكلام ده من نص ساعه؟ الكلام ده الفتره الاخيره بس. لا لا، وعلى طول الخط على فكره. بس طبعا المحولات الكهرباء اللي بتيجي اصلا مستهلكه وخلاص عدمانه خلصت، بتيجي من محافظات تانية، بتيجي من مراكز تانية، بتيجي من الزقازيق، فسكتوا بيها الناس دول شوية. لكن مفيش محاول جديد اتزرع في قرية من القرى التابعة لمركز مشتول السوق نهائي. كلها محاولات قديمة بيرمموا فيها، فطبيعي مش هتديك الجهد المطلوب. 150 في الكهرباء ده مصيبة سودة. كل الأجهزة بتبوظ. وطبعا الناس مش مستحملة. خلاص الناس مبقاش عندها طاقة للكلام ده. لا احنا المفروض حاليا في الفتره الاخيره انا شايف كم الانشاءات في الكهرباء، احنا بقينا المفروض بنصدر كهرباء لدول تانية. احنا بنصدر لدول تانية. بس في دول تانية صغيره كده احنا عايزين نبص لها برضه، مش كلها دول تانية. يعني احنا يا ريت المسؤولين الكهرباء يشوفوا موضوع، لان صراحه وضعف جهد التيار الكهربي ممكن يحرق اجهزه كتير جدا. ده مش ممكن يا باشا، ده بيحرق فعلا. هو حضرتك للامانه برضه يعني من حوالي سنتين تقريبا يعني تم تشغيل المحطه الجديده عندنا في مشتري السوق، كانت الكهرباء مظبوطه يعني. لكن في الفتره الاخرانيه دي مثلا شهر او شهرين الكهرباء ساءت فعلا. طب ليه ما حاولتوش تتواصلوا مع الناس؟ لان برضه دي الكهرباء بالذات ضعف التيار ممكن يحرق كل اجهزه الكهرباء، تيجي فجاه ممكن الثلاجات. بناخد احيانا ردود يعني. لا انا بالنسبه لي مش هتواصل. انا بالنسبه لي مش هتواصل. ليه؟ حرق الاجهزه ده في مصلحتي رقم واحد. انت تبيع طبعا فتحها عشان تتصل. مش هتواصل مع حد. الموضوع ده بالذات مش هتواصل مع حد. طب ما انت كسبان في قصه دي، امال بتسيرها ليه؟ طالما الموضوع ده هيخدمك انت بشكل شخصي. ضميري بقى بيأنبني فما ينفعش. لا ربنا علينا، احنا نتمنى من هم كده كده مش هيسمعونا يعني. لا ان شاء الله هيسمعونا. لا لا لا، احنا بنحاول يا جماعه. الاعلام بياخد جزء من اهتمام المسؤولين، واحنا بنقول يا جماعه احنا لابد نكون جزء من الحل ولسنا جزء من المشكله. لما احنا بنحاول نتكلم على اصلاح منظومه سواء الصحه، الطرق، التعليم، الكهرباء، اي منظومه، احنا بنقول يا جماعه خلي بالكم في ضعف في المكان ده، في محتاجين شغل في المكان ده شويه. ده مش معناه ما فيش حد معصوم، ما فيش اي مسؤول ايا كان هيقدر يعمل كل حاجه بنسبه 100% صحيحه، ولكن اذا كنا احنا بنحاول نوريكم بعض السلبيات يا ريت يكون فيه نظره ما ناخدهاش ان انا رافض ان انا اتعاون مع اي حد بينتقدني. النقد احنا بننتقد من اجل البناء، بنحاول كلنا في مركب واحده عشان المركب دي تعدي بينا ونعدي كلنا في امان وسلام ونعيش كلنا في مصر في حياه افضل. لابد ان احنا نسمع بعض،
نشوف اذا كان نتكلم عن على مستشفى مشهور السوق مثلا، يا ريت حد من وزاره الصحه لجنه تنزل تتابع المستشفى وتشوف اداؤه، اذا كانت الكلام دوت صح ازاي هيستمر الناس على الحال ده، ازاي الناس هنسمح لنسيب الناس تموت. يبقى لابد ان احنا نشوف وزاره الصحه تقوم بدورها، وزاره الكهرباء تقوم بدورها، كل مكان في المجتمع او كل وزاره لابد انها تكون عارفه مسؤوليتها ايه تجاه هذا الشعب، تجاه المواطن البسيط والفقير والغلبان، عشان توفر له حياة كريمة. احنا ما بنطلبش المستحيل، بنطلب ناس تدير بشكل محترم. بالنسبة في اي مشاكل تانية خاصة بمشتور ولا لا؟ لا بكفي. والله احنا بنتكلم عن مشاكل يعني احنا مش هيكفينا اسبوع هنا على الهواء يا باشا. ده ما احنا ابو احول حاجة برضه، احنا يعني زي ما متفقين ان احنا مش هنقدر نحل كل المشاكل، ولكن احنا يمكن من قبل الهواء كنا رسالتنا احنا اهالي شباب مصر عايزين صوتنا يوصل للمسؤولين. يمكن احنا كنا بنتكلم في شباب اتيحت ليهم يحضروا لقاءات مع الرئيس، في شباب ما حضرتش، في الشباب اللي زيكم احنا بنقول البلد مفتوحه، الفرص متاحه للشباب. برنامج زي نبض الشارع بيرحب باي شاب محترم في البلد، بنحاول كلنا متفقين على هدف واحد. انت مش جاي تطلب حاجه شخصيه ليك، ولا الاستاذ احمد جاي يتكلم على مشكله شخصيه، احنا جايين نتكلم عن مشاكل عامه تهم كل مواطن مصري. فحضرتك تقييمك انت ايه؟ والله انا شايف بمؤتمر بخصوص يعني السيد الرئيس ومؤتمر الشباب السابع اللي اتعمل الفتره الاخيره دي، يعني انا عن نفسي من خلال متابعتي دي شفت وجوه اتكررت اكتر من مره، في حين ان حد زي الاستاذ احمد يعني يتمنى يشارك في مؤتمر من مؤتمرات الرئيس، يعني يقول وجهه نظره ويوصل صوت 150 الف نسمه للسيد الرئيس في مؤتمر زي ده، هيبقى اثر الطرق والمسافات كتير جدا 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 عليه. ان شاء الله رساله تكون وصلت حضرتك. طيب بالنسبه لطموحات الشباب، يمكن ان تابع ان انتم برضو الرئيس في المؤتمر الاخير اتكلم عن المحليات، اتكلم عن انتخابات البرلمان، عن الشباب له نسبه في الكوتا يمكن في المحليات 25%. دور السياسي للشباب انت شايف كشاب مصري، هل في موضوع المحليات مثلا ليه ما تفكرش من خلال ان انت تخوض انتخابات المحليات وتبدا تتكلم عن المشاكل ديت وتتواصل بشكل مباشر مع رئيس المدينه، مع المحافظ، مع رئيس الوحدات المحليه، اقتحام العمل السياسي ليه؟ والله هو اللي عايز يخدم مش شرط او لازم يكون هو شاغل منصب معين او وظيفه معينه في البلد. تمام. فمش مقياس خالص ان انا اكون مرشح محليات او مجلس الشعب او الكلام ده، انما لما تسلط الضوء على مشكله معينه ف انت سهلت المفروض على المسؤول اللي هو المفروض دلوقتي هياخدك خصم. بالعكس تماما، المفروض ان احنا نتعاون في كده، لو عايز حلول ممكن نعرض ارائنا، نعرض حلولنا عليه، تقبلها ما تقبلهاش ده شانه، لكن لازم حل في النهايه. الحل اللي جاي منين مش مهم، المهم ان المشكله نفسها تتحل. طيب انت حضرتك ليه هل شايف ان الشباب حاليا العزوف على العمل السياسي في الفتره الاخيره سووا ايه؟ بسبب انا واحد من الشباب لما احب اترشح في محليات محافظه او غيره، فشايف كميه فساد في البؤره دي هي اللي مأخره مصر، مخليها من شعوب العالم الثالث. المحليات لازم حد مسؤولين، وزير التنميه المحليه ما حدش بيسمع عنه حاجه غير في يعني التعديل الوزاري. وزير التنميه المحليه انت فين من فساد المحليات والوحدات المحليه ومجالس المدن والكلام ده؟ اهدار مال عام لا يوصف. طب هو لو في معلش لو في محليات اعضاء مجلس محلي سواء مركز محافظه مجلس محلي قروي وحاولوا هم يحاولوا يكونوا هو جزء من الرقابه للحد من هذا الفساد او منعه، سواء المجلس المحلي القروي او الكلام ده، احنا بنسمع عنهم تاني يوم ان حصل امبارح ان هم اختاروا فلان وفلان وفلان، دول عن قريه كذا ودول عن قريه كذا، احنا اخر من يعلم. فتحس ان هو مطبخ وانت بيطلع لك الاكل جاهز، حلو هتاكل مش حلو براحتك. حضرتك استاذ احمد هو يعني شايف حضرتك بتضحك كده مختلف او لا يعني مختلف؟ احنا عايزين يعني انا مختلف فعلا مع الاستاذ عماد في الجزئيه ديت. احنا قبل الثوره ما يعني فعلا ما يعني ما كانش لينا وجود بعض الشيء، لكن بعد الثوره الى الان الشباب معظمهم بينتظر قانون المحليات، بينتظر انتخابات المحليات، لان هي هتكون يعني بدايه اشراكنا فعليا في العمل العام، وهنكون اقرب اكتر وهنتدرب اكتر. ويمكن انا دلوقتي مع حضرتك
بتكلمه الان، لا لما هشتغل اكتر في المحليات هبقى واثق اكتر، كل يوم هتدرب فيه، كل يوم هتعلم جديد، هختلط بناس اكبر مني، هتعامل مع ناس اكبر مني، هكون معاهم في العمل العام مباشره، يعني هتاخد خبرات اكتر. اكيد 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 طبعا، يعني فانا بناشد السيد الرئيس والقائمين على العمل العام ان هم يعني يستعجلون انتخابات المحليات بامانه، يعني احنا محتاجينها بسرعه. طبعا يعني ده بطلب شباب وشعب مصر كله، الناس كلها بتحاول تقول المحليات هي طريق للوصول الى اذان وعقول المسؤولين. احنا ممكن من خلال المحليات، يمكن الاستاذ عماد باصص الموضوع الى حد ما بزاويه مختلفه، ان الفتره بيحكم على مصر في مرحله ما قبل 25 يناير. المرحله ديت كانت المحليات بدور بهذه الاليه، كان الشباب فرصتهم تكاد تكون منعدمه، كان زي ما حضرتك بتتكلم ان كان نصحى من النوم نلاقي اعضاء المحليات خلصوا، ولكن يمكن نظره الاستاذ احمد ببص لمصر ما بعد 30/6. مصر ما بعد 30/6 يمكن قبل كده اتكلمنا ان هناك رؤيه شباب ما بعد 25 يناير وبعد 30/6. المرحله دي افرزت جيل جديد من الشباب قادر على التغيير. الشباب دوت لو خد فرصته من خلال المحليات او من خلال المشاركه في الانتخابات سواء برلمانيه او محليات او غيره، ممكن يكون له فكر مختلف، له رؤيه مختلفه، ممكن الرؤيه دي تساعدنا كلنا ان احنا نحقق حياه كريمه للمواطن، نحقق عداله اجتماعيه. لما بنتكلم على فساد المحليات، لما يكون في شباب محترم في المحليات اعتقد انه هو هيقضي على، مش هقول كل الفساد، هيقضي على نسبه كبيره جدا من الفساد ده. حضرتك متفق معايا في الجزئيه؟ طبيعي طبعا. فاحنا نتمنى من خلال البرنامج ان احنا رساله للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزاره التنميه المحليه وكل الوزارات المعنيه، يا ريت يا جماعه نحاول في اسرع وقت نوصل بالشباب للمحليات. انتخابات المحليات هتحط عدد كبير جدا من الشباب في موضع مسؤوليه، في موضع هيقوموا بدور رقابي، هيأدوا كتير جدا من خدمات للناس. في ناس مشكلتها في عمود كهرباء، في ناس مشكلتها في بلد كامله ممكن يكون مشكلتها في ان الميه اللي بتجي لها مش ملوثه او مش على دون مستوى. في مشاكل الناس محتاجه اعضاء محليات. فاحنا يمكن الرئيس ادى اشاره في المؤتمر الاخير للشباب على سرعة إنجاز انتخابات المحليات، وإحنا بنجدد المطالبة من خلال البرنامج، يا ريت نظرة للشباب في هذا الإطار إن إحنا سرعة إنجاز المحليات. نتكلم على الحياة الخاصة ومشاريعكم الخاصة، يمكن دي سبب إن إحنا استضفناكم النهاردة في البرنامج. حضرتك الأستاذ عماد صاحب مشروع خاص، تمام. مشروع السطلي، يمكن الفكرة استساغتها أنا شخصياً لما ألاقي شاب في بداية حياته بحاول هو يشق الطريق بنفسه. كلمنا على المشروع. والله المشروع، أنا والدي توفى وأنا 18 سنة، الله يرحمه، كنت في الجامعة كلية حقوق. فبعد ما تخرجت ما كنش ممكن بعد المستوى اللي أنا كنت عايش فيه، لأن طبعاً بعد وفاته الدخل العام اتأثر كتير، فما كنش هينفع أن أنا اشتغل موظف او اشتغل حتى ابن عاملين في المكان اللي كان شغال فيه. فقررت ان انا اخد الريسك، تمام، ان انا اشتغل. ولما جيت فكرت في المشروع حاولت بقدر الامكان افكر بره الصندوق، يعني بحيث ان انا ما اشوفش حد نجح واقلده او امشي ورا اي حد وخلاص مجرد ان هو شخص نجح في مشروع او الكلام ده. فكرت في الناس محتاجه ايه؟ هي دايما المشكلة اللي بتواجه أي حد بالذات في الكرة، إنه يبقى عايز حاجة يشتريها ومش قادر. فمن هنا جات لي فكرة التقسيط، إن أنا أقسط تلاجة، أقسط غسالة، بوتاجاز، الحاجات اللي هي الأساسية في كل بيت مصري يعني. مع الوقت فضلت فترة كبيرة شغال في البيت، يعني عندي مش من غير لا محل ولا مكتب ولا حاجة. مع الوقت الموضوع بدأ يكبر، بدأ الاسم يتعرف وتشهر، خدنا معرض، بعد المعرض خدنا مكتب، أصبحت النهاردة مكاتب تقسيط، بنطلع إن إحنا يبقى لينا في كل مركز مكتب تقسيط. تمام. التقسيط ده عبارة، كنا الأول بنشتغل في كل حاجة تقريبا، مرة واحدة لقينا نفسنا إن حجم الطلب وحجم المشكلة الأساسية اللي بتقابل الناس هي جهاز العروسة. أنا عايز أجهز بنتي ومش قادر. كنا في البدايه اشتغلنا اجهزه كهربائيه بس، بعد كده لان الناس بتواجهها مشكله في ان هي مضطره تيجي تاخد من عندي اجهزه كهربائيه وتروح تشوف غيري عشان يديها مفروشات، عشان يديها
ادوات منزليه الكلام ده، فحبينا نحط كل ده تحت سقف واحد. تمام. بحيث ان هو ما يقدرش يعني يحمل نفسه فوق طاقته. ما عندناش نظام للتقسيط ثابت، يعني احنا مش بنك نسبتنا فايدتنا ثابته او ممكن تقدر تحسب انت هتاخد بكام وتدفع كام وعلى كام سنه وانت قاعد في البيت، مش ممكن. لكن احنا عندنا نظام تقسيط حسب دخل كل حد. تمام. يعني اللي جاي لي ده دخله ايه، هيقدر يمشي ازاي، انا بفصل له النظام على مقاسه بحيث ان هو يقدر يكمل معايا. يعني هو برضو مشروع الى حد ما ممكن يحل ازمه كبيره جدا في جداً. تجهيز عرايس، في بعض الناس بتبقاش عندها امكانيات ان هي تجهز بناتها، فده كله انت حضرتك بتحاول تيسر من خلال المشروع. طب حضرتك في فروع تانية غير المشتول ولا لا؟ حاليا بيتم تجهيز لشبين القناطر. شبين القناطر هو اقرب مركز ليكوا؟ تبع اقرب مركز ليكوا. تمام. طب حضرتك استاذ احمد شو تجربتك انت كشاب في مجال المحاماه؟ انا الحمد لله رب العالمين، ربنا رزقني بام رحمه الله عليها واخ اكبر، يعني هم يعني كل حاجه في حياتي، يعني معايا كتير، يعني والدي متوفي وانا في اولى ثانوي، ربنا يرحمه، ربنا يغفر له، ووالدتي من رابعه كليه، ابدا غير لبسك دوت الجينز خلاص، ابدا البس بنطلون، ابدا البس قميص، البس جلابيه، فلان عيان روح زوره، فلان طبيعه الريف يعني العادات الريفيه. اه يعني على سنك انت كمان سنتين ربنا يكرمك هتبقى محامي، هتبقى ربنا رزقني بالاخ الاكبر باشمهندس اسامه خضري، بصراحه يعني ساعدني بكل ما اوتى من قوه بصراحه، يعني كون ان انا اتخرج ويبقى معايا كارنيه بعد ما اتخرجت بشهور، يبقى ليا مكتب اقدر اروح اتدرب فيه، اتدربت تحت ايدي استاذي الاستاذ محمد عبد السميع الجاحر نقيب محامين العاشر من رمضان، بصراحه اداني يعني كتير كتير جدا جدا من العلم. بفضل الله الحمد لله رب العالمين ليا مكتبي الخاص دلوقتي، معايا عدد من الاساتذه المحامين معايا بفضل الله، ربنا كريم يعني الحمد لله رب العالمين، ماشي حالي يعني الحمد لله. حضرتك اتجهت للعمل الاكاديمي ان هو كشغلك؟ اه نعم نعم. وبدات تتحرك فيه ونتمنى كتجربه. اولا يمكن كليه حقوق دي من الكليات العريقه جدا وكانت عظيمه. طبعا الحمد لله. مصطفى كامل وسعد زغلول وكل عظماء اللي هم خريجي لسانس حقوق، ويمكن خطوتك في ان انت تشوف نفسك في يوم من الايام محامي ملء السمع والبصر باذن الله تعالى. احنا ان شاء الله من خلال البرنامج يكون فتحة خير عليك والناس تعرف، واحنا متوسمين فيك حضرتك الخير. حضرتك يا استاذ احمد ايه اللي انت شايفه تاني بالنسبه لمشروعك، طموحك ليه في مستقبل ايه؟ طموحي ان انا اكون في كل مكان في مصر. طموحي ان انا اوصل بالناس ان خلاص ما تحملش هم الموضوع ده، ما تشغلش بالك بجهاز بنتك، بالذات طبقه معينه من الناس، يعني الناس الطبقه المتوسطه او فيما فوق اللي هي المقتدره او الكلام ده. اولا بس نسيت اقول لحضرتك ان انا ما بشتغلش كاش. تمام. انا مسخر الموضوع ده، انا طبعا بستفيد رقم واحد. رقم اتنين ان الناس اللي هي مش قادره ما تشيلش هم الموضوع ده في مصر كلها، ويا رب ربنا يقدرك على الخير. وده خطوه ايجابيه جدا، ويمكن احنا برضو مبادره تسهيل الزواج، وان كنت انا شايف ان حاليا اسر كتير جدا بتعاني من جهاز العروسين، سواء الولد والبنت، ده ترتب عليه ان اصبح تاخر سن الزواج اسر كتير جدا. الموضوع ده مستفز جدا. انا بيجي لي رب الاسره حالته الماديه على قدها، في حين ان طلبات العروسه ووالدتها مبالغ فيها جدا. انا مين في بناتنا يعني احسن من بنت النبي عليه الصلاه والسلام؟ عليه الصلاه والسلام. النهارده لا، غساله فول اوتوماتيك، لا غساله فوق اوتوماتيك، هاف اوتوماتيك، غساله عاديه، هي غساله واحده كفايه. يعني هي غساله واحده كفايه. لا دي شاشه في اوضه النوم، لا دي ثلاجه في اوضه النوم، لا طبعا الكلام ده بيشايل الناس فوق طاقتها. وطبعا رب الاسره لا حول له ولا قوه، هو عايز بنته تبقى زي بنات الناس، يعني زي بنت خالتها، هي مش اقل من بنت عمها، هي دي مصيبه في يعني بنقلد بعض، بنقلد بعض في حاجه خطا. بالظبط. طبعا يعني احنا يعني ليه نشيل فوق طاقتنا؟ ليه ما كل واحد يعني بيقولوها زي عندنا في الفلاحين، كل واحد يمشي على قده. بالظبط. على قد لحافك مد رجليك. هي احنا يمكن مبادره من خلال برنامج نبض الشارع ان احنا يا جماعه ليه ما يكونش فيه هدف لينا كلنا، الا وهو ان احنا ازاي نقلل نفقات الزواج، ازاي نخفف على الاسر، ازاي نخفف على ولي امر البنت الزوجه
وولي امر او الشاب نفسه اللي بيجهز نفسه. لما انا الاقي شاب النهارده عايز يتجوز، خلص جامعه وبيشتغل ايا كان هيشتغل مرتب كام، طب المرتب ده هيفضل كام سنه يحوش عشان يجيب شبكه، عشان يجيب فرش بالاسعار وبالمواصفات المطلوبه. لما اب يدي نفسه ويحط نفسه في مشاكل عشان خاطر في النهايه عايز لبنتي ثلاجتين وغسالتين وبوتاجازين، وده كله يا ريت احنا من خلال البرنامج نحاول نقول للناس يا ريت يا جماعه نحاول نخفف على بعض. كل اب وكل ام يكونوا ابنائهم البنت او الولد الناس يكون في حاله رحمه في المجتمع. الضغط الشديد اولا اخر سن الزواج عند الولد وعند البنت، ده خد المجتمع للاسف لمنعطف اخطر. عزوف الشباب عن، يمكن حضرتك كمحامي واعتقد حضرتك المجال ده كل يوم في القصص دي. يعني دي يعني بصراحه اكتر حاجه بتتعبنا بامانه. يعني احنا بنشوف العروسه بسم الله ما شاء الله يعني 30 40 عربيه واخده العزال رايحه بيه، يعني بعد سنه من الجواز بالظبط. يعني ربنا يعافينا يعني الا من رحم راجعين بيه الا من رحم ربي. يعني نسبه طلاق نسبه طلاق زايده، في ابهات كتير وامهات كتير في السجون بسبب القصه دي بامانه. يعني الغريب في مبادرات كتير جدا من الرئيس، وفي مبادرات من لجان شعبيه كتير ومن جمعيات خيريه كتير بامانه. يعني لكن بجد يعني احنا محتاجين نصر على نفسنا. عندنا حاجات كتير جدا في الزواج، يعني عادات سيئه بنتمنى ان احنا يعني نبعد عنها امانه. يعني احنا حضرتك من خلال البرنامج بنتبناها، حضرتك رؤيتك يا استاذ عماد بالمناسبه. بس مفيش ولا غارم ولا غارمه تبع شركه استاطلي في سجن من سجون مصر. طب ده الحمد لله. ده بس عشان يعني هو تطرق للموضوع ده بعد انا ما خلصت كلامي. لا لا لا, لا مش شرط، احنا بنتكلم بصفه عامه. لا احنا بنتكلم بصفه عامه على فكره، برضه فعلا في كم كبير جدا المبالغات في الزواج اثرت كتير جدا، واحنا بنقول يا ريت يا جماعه قدر المستطاع نخف على بعض. والله يا جماعه اقلهن مهرا اكثرهن بركه. في بنات كتير جدا وستات كتير جدا اتجوزوا في بدايه حياتهم، كل يمكن كلنا عشنا التجربه دي مع والدتك مع كذا. كان زمان تكلفه الجواز حاجه بسيطه جدا، تدخل تلاقي البيت مفروش باقل امكانيات، بعد شويه من الجواز يلموا النقود يروحوا يشتروا حاجه تانية، اللي ما كانش عندها ثلاجه تجيب ثلاجه، واللي ما كانش عندها تلفزيون تجيب تلفزيون. والناس تكبر مع الوقت، ومع الوقت ربنا يكرمهم باسره يشتروا. انا بشوف حاليا الناس بتجهز اوضه الاطفال وربنا، وبعد ما يتجوزوا الله لا يعني في بعض الاسر قدر الله انهم ما يخلفوش. طب انا ارهقت نفسي باوضه اطفال وما خلفتش، ارهقت نفسي بنيش، والنيش ده في حاجات الناس ما بتشوفهاش. ممكن الواحد يقعد يفضل متجوز سنوات طويله جدا ما يعرفش اللي في النيش ده ايه اصلا، ولا هو موجود هنا ليه اصلا. فاحنا يا ريت يا جماعه نحاول نخفف الضغط على الناس قدر المستطاع. يا ريت البنت تتقي الله في اهلها وما تبصش لصاحبتي وبنت عمتي وبنت خالتي، زي ما قالوا الزحمه هم 30 عربيه بيروحوا، بعد شويه في ظل الظروف هتضغط للراجل اللي انت اتجوزتيه عنده مشاكل، بقى من يوم الفرح هو عنده مشاكل، عليه فلوس لهنا وعليه ووالدك عليه فلوس. فالضغوط اللي على الاسره دايما بتلاقيها حياه غير مستقيمه، اقل خلاف بيفجر ازمه، فبالتالي بنلاقي اصبح في انشقاق، اللي خلفت ومشاكل مع الاولاد واللي. فيا ريت يا جماعه من خلال البرنامج نتبنى فكره تخفيف وتيسير الزواج، نخفف على بعض. البنت ما تطلبش من الولد فوق طاقته، وكذلك البنت ترحم اهلها، ما تبصش لصاحبتك وخالتك وبنت خالتك. كل ده ادى بالمجتمع الى انحراف سلوكي. كم المطلقات كتير جدا في المجتمع دلوقتي، في الفترة الأخيرة نسبة الطلاق ارتفعت جدا. أسوأ من ذلك نسبة العنوسة في بنات كتير جدا زادت، شباب كتير جدا عدى ال 35 سنة ولسه ما اتجوزش. احنا فين؟ المفروض ان احنا نرجع لمبدأ عام حطه الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد، أقلهن مهرا أكثرهن بركة. في رسالة حضرتك تانية بتحب توجهها من خلال البرنامج سماد؟ الشباب كتير بصراحه، لان موضوع ان انا مش لاقي شغل وقاعد عاطل، ليا متطلبات وعايز مصاريف، اضطر اتجه لاي سكه مش مظبوطه. ما تعلقش فشلك على شماعه اصل الدنيا واقفه، اصل ما فيش شغل، اصل هعمل ايه، انا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. حلو، طب انت فين من الكلام ده؟ انت شايلت نفسك كده وانت بتشيل، بقيت تقيس وتشوف انا كده خلاص ده اخري، ولا انت ما حاولتش اصلا؟ لما تحب تعمل نفسك حاجه
في افكار كتير جدا تبداها من غير ما يكون معاك ولا جنيه واحد، وتبدا مشاريع وتبدا نشاطات. احنا النهارده من خلال شركه قسطلي بنقدر بنفتح مشاريع بدون مقدمات، بنفتح مصانع تجهيز البان، بنفتح مكتبات، بنفتح سوبر ماركتات، بنفتح حاجات كتير. انت فين من الكلام ده؟ انت مالكش حاجه. يعني مشروع قسط ده مش قاصر فقط على موضوع الجواز، يعني خالص. انت ممكن لو شاب عايز يفتح مشروع مثلا مصنع بدائي او حاجه بسيطه جدا، بالظبط، قدم لي الدراسه بتاعتك وانت ناوي على ايه، او انت بتفكر ازاي، علشان برضو احنا نقيم دماغك فيها ايه. هل انت هاوي بتجرب، ولا انت فعلا عايز تشتغل بجد وتعمل مشروع بجد وتنجح بجد؟ واحنا طبعا بنموله بالكلام ده كله. تمام. طب حضرتك في تعقيب، يعني حضرتك قايم بالمشروع دوت لوحدك، ولا حضرتك طرقت دوله مثلا ان ممكن تاخد في قروض، في حاجات قروض ميسره بتاعت الشباب 5% الحاجات دي، حاولت ان انت تتحرك؟ ده اكبر نصبايا واكبر اهدار للمال العام مبادره ال 5%. ازاي بقى؟ طبعا كان ده الخير، دي حاجه كان مراد بها خير فاتقلبت لشر. يعني انت في تقييمك ان قروض ال 5% كلمه حق ارادوا بها باطل. بالظبط. ليه؟ لان انا النهارده الدوله طرحت المبادره دي للشباب او للناس اللي عندها مشاريع تجاريه او صناعيه. انا النهارده كراجل فاتح مشروع فحبيت اكبر مشروعي، فطبيعي لقيت فيه مبادره 5%، فده رقم يعني مش حاجه، يعني فايده قليله جدا. فلما تقدم في الورق والكلام ده وتخلص وتصرف وتقعد شهور في اجراءات ما بين تامينات وما بين ضرائب وما بين رخصه ومجلس مدينه، يعني قننت وضعك بالكامل، وتروح وتبص يقول لك اصل محافظ البنك المركزي اوقف المبادره. تمام. طيب في حين ان انا اعرف ناس صرفوا مليون واثنين وثلاثه، خدوهم من البنك، ما كانش عندهم مشاريع اصلا، خدوهم من البنك ب 5%، حطوهم في بنك ثاني بفائده 17%. يعني من الاخر الواسطه والفساد اللي احنا بنتكلم عنه لعب دور في هذا المجال، دور كبير جدا. عن تجربه شخصيه حضرتك؟ اه طبعا. يعني انت قدمت على القرض ما خدتوش، في حين في ناس ما عندهاش مشاريع واخدت، ما عندهاش مشاريع اصلا، وفي ناس صرفت من بنك واتنين. يعني يبقى يظبط نفسه كده انه قدم هنا وهنا. ما هو ما ياخد هنا فايده 5% من بنك سين وياخدها ويحطها في بنك تاني بفايده 17% ولا 15%، حتى هو كسب 10%. هو طيب هو فاد البلد في ايه؟ ما هو يعني بالظبط البلد بتديك علشان تفيد. طب ايه الاليات اللي حضرتك بتقول ان انت شايف فيها شبهه فساد؟ شبهه فساد لان لما يكون في مبادره طالعه على مشاريع قايمه بشرط انه يكون مر على المشروع 3 سنين على الاقل، وتلاقي ناس بتاخد القروض دي من غير ما يكون في نشاط اصلا قائم. تمام. النشاط قائم على الورق، يعني اتعمل على الورق بس مش اكتر، ويصرفوا المبالغ دي، فطبعا في حاجه مش مظبوطه. يعني حضرتك شايف ان مبادره ال 5% كانت الهدف منها الاساسي هو دعم المشاريع القائمه فعليا عشان خاطر تفتح فرص عمل، تفتح مجالات ثانيه. تقييمك هي دي بس، يعني باذن حضرتك، يعني هو المشروع بتاع الزعيمات خدمي اكتر. يعني انا من باب لمست، انا يعني في عندي شغل كتير شركات، فلمست الموضوع دوت. يعني انا في شركات عندي قائمه بالفعل اخذت القرض، يعني بس هي كانت شركات صناعيه مش خدميه، وكان الاساس في القرض اصلا المشاريع الصناعيه اكثر منه المشاريع الخدميه. كان في البدايه الاثنين، كان في البدايه التجاريه بس هو اكثرهم واللي كان بيعمل بيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المشاريع الصناعيه اللي احنا اصلا بنتمناها ان هي تكون موجوده. يعني احنا بنتمنى ان احنا يكون عندنا صناعه فعلا، يعني وفعلا انا بالفعل يعني في عندي اكثر من شركه صرفت، يعني انا محامي بتاعها وصرفت مبالغ يعني. تمام. واشتغلت على ارض الواقع ودخلت السوق الفلوس، يعني مش يعني انت شايف حضرتك ان يعني جزئيه ان كان المشروع القروض معموله على قروض صناعيه. انا بالنسبه لي التجاريه ما وقفت، تاثر بعض اصحاب الشركات التجاريه، ولكن الصناعيه ما زالت قائمه. انا بالنسبه لي الشركات الصناعيه اللي عندي قدمت خدت، يعني بامانه يعني اخدت في 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 عندي حوالي 4 أو 5 شركات، يعني بحجم ان انا برضو محامي شاب لسه. لا يا فندم، لما يكون عندي اربع شركات او خمس شركات اخذهم من القرض، فدي انا شايف ان هي حاجه جيده جدا يعني. والاكثر من كده ان هو ما ادانيش فلوس في ايديا بامانه، يعني انا الفلوس حطها باسم في الحساب، وبدانا نطلع شيكات من الشركات للشركات الاخرى اللي احنا بنتعامل معاها برضو، بناخد منها الماتيريال والماده الخام يعني. تمام. يعني انت شايف ان الموضوع تم يعني في اتجاه صحيح؟ انا شايف يعني بالنسبه للنماذج اللي مرت عليا
يعني بامانه يعني انا كنت شايف ان استاذ عماد دوت بيتكلم ان هو مشروع خدمي اكتر، فيعني ممكن يكون يعني لا ما هو هو تجاري بالنسبه للمشاريع هو خدمي. تمام تمام يعني هو خدمي اكتر يعني تمام. تجاري خدمي يعني اكتر. اما المشاريع الصناعيه انا بالنسبه لي المشاريع الصناعيه اتعامل معاها مباشره واخدت مبالغ يعني. طب في حضرتك رساله حابب توجهها للشباب من خلال حضرتك؟ انا شباب مصر بصفه عامه طبعا احنا بنضم استاذ عماد في صوته. مفيش حاجه اسمها مفيش فرصه عمل، اسعى دور هتلاقي بامانه يعني. في جزئيه يمكن احنا عشان في الريف تعودنا احنا نشتغل حتى واحنا في الدراسه، فده ساعدنا اكتر لما اتخرجنا ما خليناش نقعد يعني. انت في خريجين نفس دفعتك ما اشتغلش لحد النهارده، ما فكرش انه اشتغل، طب ليه؟ طب انت ما حاولتش؟ لا ده بيقولوا المحاماه فيها، ده بيقول لا انت حاول جرب جرب في اي مجال يعني، المجالات كتير وموجوده ومتاحه، من ابسط شيء تقدر تشتغل يعني. يعني هي في عندنا مشكله اكبر ان احنا فتحنا التعليم على مصراعيه تمام، ادينا ناس كتير شهادات كتير، فالشاب معلش برضه انت اديتني ليسانس او بكالوريوس، ما تجيش تقول لي تعالى خد تروسيكل عند استاذ عماد جميل واشتغل بيه، او وانا معايا بكالوريوس او ليسانس تعالى قول لي مش عارف ايه. دي بقى هي برضه يعني 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 الله يكون في عون الشباب برضه يعني. طب انت حضرتك شايف برضه النقطه ديت، انت حطيت ايديك على جرح يمكن الناس كلها لاحظته السنه دي في نتيجة الثانويه العامه. انا بصراحه مبسوط كم منها. من الناس اللي خدت امتحانات الثانويه العامه كان كبير جدا من الطلبه. طب ده كله مجاميع كله تسعينات وفوق التسعين و98، الناس دي هتروح فين؟ النهارده اللي جايب المرحله الاولى خلصت طب وصيدله وطب اسنان وعلاج طبيعي اللي جايبين 98%. حضرتك برضو في جزئيه معلش انا اسف قطع حديثك، يعني انت ما بصيتش للثانويه الاولى ثانوي. اولى ثانوي عملت ايه؟ يعني انا جبت تسعينات في ثالثه وثانيه، لكن في اولى ايه النتيجه؟ النتيجه اقل. طبعا يعني في يعني عندنا منظومه جديده في التعليم كويسه يعني، بنامل ان هي تكمل يعني. حضرتك شايف رؤيتك انت شخصيا ان عدد خريجي الجامعات لما يبقى كتير جدا، معلش البلد محتاجه الى حد ما برضه صناعيه، محتاجين فنيين كتير، محتاج فنيين يعني. انت معلش البلد عايزه زي ما انا عايز دكتور ومهندس ومحامي ومدرس، فانا محتاج سباك ونجار طبعا. طب انا لما كل الناس تدخل ثانوي كل الناس تدخل جامعه، طب مين هيشتغل حرفي؟ مين هيزرع الارض؟ في شركات في العاشر من رمضان ما بتقبلش خريج كليات يعني انا بروح له كخريج جامعه وبقول له انا عايز اشتغل عامل عندك، ما بيقبلنيش. تمام. بيقول لي لا انا لازم تكون فني يعني. أنا احنا رساله البرنامج احنا سمعت في اي تعقيب تاني حضرتك تحب تقوله؟ في اي تعقيب؟ ميرسي شكرا. احنا النهارده في نهايه حلقتنا مع الاستاذ الافاضل الاستاذ عماد جميل والاستاذ احمد السيد الخضري، احنا بنشكرهم على وجودهم معانا، وبنرحب من خلال برنامجنا نبض الشارع بكل شباب مصر، وبنوجه رسالتنا لكل الشباب يا ريت كلنا نشتغل، كلنا يكون عينينا على مستقبل افضل لمصر. سعدنا بكم ونتمنى ان نكون قد اسعدناكم، والى حلقه قادمه في برنامجكم نبض الشارع.